مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في مشروع والعرض التقديمي لمشروع NDE. من الممكن الآن لديكم الليل يعني ووقت آخر، أو البعض لديهم وقت الصباح. أأمل أننا نحاول الانتهاء من بهذا العرض، يعني من هذا العرض بساعة واحدة. المرة الماضية يعني احتجنا إلى ساعة ونصف، ولكن هذه المرة نحن سنحاول أن ننهي اللقاء في ساعة. البعض المترجمين طلبوا مني أن أتحدث ببطء لأنهم قالوا أنني أتحدث بسرعة. أنا سأحاول أن أتحدث ببطء، ولكن المشاعر دائما تكون تغلبني، ولأنني أعرف كل ما هو موجود في هذا المشروع من أمور، هذا يمنحني التحفيز ويؤدي بي إلى التحدث بهذا الشكل. طيب، دعونا ننتقل إلى الشرح التالية، وأنا سأقدم نفسي. أنا أأمل أن الأغلبية أصلا يعرفونني. أنا مدير مشروع NDE ونائب رئيس برنامج شراكة Evorich، وأنا مدير معتمد في ماستر بروفي ومضيف في لعبة عبقري المالية. وكما ترون هنا أيضا بعض الأمور التي حصلت عليها، ولكن نحن ما اجتمعنا هنا لكي نتحدث عني. كل من خصص هذا الوقت لنا نحن أردنا أن نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع. من الممكن البعض الآن الذين يستمعون إلينا هو ليست كمرة أولى، وهم يستمعون إلينا لكي يتعرفوا على التفاصيل ونغير الشريحة. طيب، هذا هو برنامج مشروع NDE التي سنتحدث عنه اليوم. في هذا المساء سنناقش الاستراتيجيات التي تقدمها الشركة، كيف يعمل هذا المشروع، وإلى أين نحن نريد أن نصل، وفي أي اتجاه. وأيضا سنظهر إليكم خطة التطوير، وما هي الأدوات اللازمة للحصول على هذا، ماذا أنجزنا بالفعل، ما الذي يجب أن نفعله ومتى. وأيضا سننظر في أوقات التنفيذ، وفي النهاية لكي تكون الأمور أكثر مفهومة بالنسبة إليكم، سنقوم بضرب أمثلة على الضمانات الرقمية لكي تتمكنوا من استخدام هذا المنتج. مع هذا نحن سننظر إلى التداولات أو التداول التي يمكن أن تصل إليها عن طريق أو بفضل مساعدتكم. للجدد الذين انضموا إلينا اليوم، أنا أردت أن أخبركم ما هي الضمانات الرقمية. نحن سعداء لأنه ومحظوظون لأن أربع أنواع من التوكنات. أحد منها هو السيكوريتي توكن أو توكن الأمان، والآن توجد أزمة اقتصادية للشركات وللسكان حول العالم ونحن سنتحدث عن أنه إذا ستكون لدينا إمكانية لرهن توكنات لشراء أو الحصول على تلك الخدمات أو المنتجات التي نحن بحاجة إليها، فكل مرة أنتم ستحتاجون الدفع أو الذهاب للحصول على خدمات طبية، الدفع التأمين على السيارة أو استئجار سكن. الشركة دائما تحتاج إلى شراء مثلا أدوات ومكائن ومعدات، كل هذه الأمور نحن نواجهها تقريبا يوميا. وفي آخر الأوقات هذه الأمور هي أصبحت أكثر صعوبة في هذا الوقت بسبب الأزمة الاقتصادية حول العالم. يطلب منا ضمانات أكبر، وبالنسبة للناس تقديم مثل هذه الضمانات هو أصبح أصعب وأصعب. وغالبا ما الناس يواجهون الصعوبات في دفع حتى خدمات البسيطة، الكهرباء والماء والغاز واستئجار البيت أو الشقة. وبفضل هذا المشروع نحن سنحاول أن نقوم بتغيير جذري لهذا المفهوم في حياة الناس خلال السنوات القريبة القادمة. طبعا نحن سنتحدث عن هؤلاء الناس الذين هم سيريدون الانضمام إلينا وسيهتمون بمشروعنا. هذا هو كمقدمة بسيطة
وبعدها في أثناء العرض التقديمي سنتحدث عن كل هذه الأمور بشكل تفصيلي. سنتحدث عن استراتيجية، سأقدم إليكم ثلاث استراتيجيات كما تعرفون جميعا أن مديرنا التنفيذي في شركة إيفوريتش وقبلها أكاديمية الاستثمار الخاص هو يضع مهمة أمامه، هو أن يكون لدينا مليار شخص متعلم ماليا حول العالم، الناس الذين ستكون لديهم معرفة مالية وثقافة مالية، ونحن سنأمل الوصول إلى 50% من يعني في مجتمعنا ونشارك في هذا المشروع. 500 مليون مستخدم، نحن نأمل أن يقوم باستخدام هذه الفوائد من الضمانات الرقمية وهذا المشروع. و80 مليار توكن التي كانت موجودة بشكل جزئي تم بيع منها وجزء آخر هي متاحة للبيع، نحن سنرى أن كل مستخدم لا يتمكن من الحصول على أكثر من 160 توكن. ونحن هنا نتحدث بشكل عام عن CRU والWCRU، وطبعا 160 توكن هذا يعني عدد قليل وحجم قليل، لأنه عن بسبب هذا الأمر لن نحصل على أحجام مالية كبيرة، ولكن نحن سنأمل أن هذه التوكنات هي ستنمو بشكل يعني تدريجي، وهذا التوكن إذا هو سيكون سعره غالي أو مرتفع فهذا الحجم من التوكنات سيكون كافي للحصول على كل شيء. وهذه استراتيجية الأولى وبعدها سنتحدث عنها بشكل تفصيلي. ننتقل إلى الاستراتيجية الثانية، هو إعطاء أو منح التوكن الخاص بنا القيمة، وكلما تكون القيمة أكثر مرتفعة فكلما سيكون السعر أغلى، وذلك يجب أن يكون لدينا يعني هدف وهو إزالة التوكنات من السوق، وهذا لا يعني وضعها في مكان معين أو رميها، ولكن استخدامها لكي يتم يعني استخدام الضمانات الرقمية. والاستراتيجية التالية، نحن قمنا بإنشاء نادي المليونيرات في 2011، هو كان موجود يعني هذا النادي، وعند إنشاء هذا النادي over 1 million بالإنجليزية نادي أكثر من مليون، ونحن نريد أن نقوم بإنشاء هذا النادي الحصري، وداخل هذا النادي سيكون هناك أناس الذين ستكون لديهم إمكانية بزنس أكثر يعني أهمية، يعني طبعا كل هؤلاء الناس الذين سيكون أعضاء في هذا النادي هم سيعرفون أنه كل من أعضاء النادي هذا الآخرين أنه لديهم أكثر من مليون توكن، ولهذا بالتحديد هم سيتمكنون من الحديث عن يعني صفقات مهمة وعروض مهمة وعقود ذات مبالغ مرتفعة جدا. وأنتم هنا حتى سترون أنه إذا قمنا بتقسيم هذا الحجم، حجم توكناتنا إلى على المستخدمين الموجودين، نحن سنتمكن من الحصول على ذاك الحجم غير الكبير من الأعضاء الذين سيتمكنون من أن يكونوا أعضاء في هذا النادي الحصري. تخيلوا 8 مليارات شخص في العالم، وهنا سنتمكن من الحديث عن ليس أكثر من كما ترون الأرقام 14,000 و66,000 أو 8,000 شخص. أنا أأمل هنا أن الناس سيقفون بالطابور ويتسابقون لكي يصبحوا جزءا من هذا النادي، وهنا يمكنكم أيضا أن تستغلوا هذه الفرصة والإمكانيات والمزايا والفوائد. يعني كما قلت ستكون لديكم إمكانية للقيام بإنشاء بيزنس داخل البيزنس بفضل العدد الكبير من رواد الأعمال من ذوي المستوى العالي. والمستوى الاستراتيجية الثالثة هو إنشاء سجل الأعمال أو سجل الأعمال التجارية البيزنس، يعني بـ10 ملايين شركة.
إذا كل من هذه الشركات ستقرر في نفس الوقت استخدام خدمات الضمانات الرقمية، فلن يكون لديها أكثر من 8000 توكن لكل شركة. وهنا نحن يجب علينا أن نقول الثمين النادر، وثقوا بي، إذا سنستخدم هذه التوكنات لكي نقوم بتوقيع الضمانات الرقمية يعني وعقود الضمانات الرقمية، فأن هذا العدد الذي نراه أمامنا هو الكبير، هو لن يكون كافي لكل الراغبين، وهذا التوكن سيرتفع سعره ارتفاعا جيدا. وسنرى بشكل تفصيلي من كل استراتيجية، نبدأ من استراتيجية رقم واحد ونغير الشريحة. وهنا أنا أردت أنكم أن تفكروا بأمر آخر مهم. في 2030 تحدثنا أنه نريد الوصول إلى 500 مليون مستخدم الذين سيستخدمون الضمانات الرقمية بشكل يومي، وأريد أن أقارنها بأي أمور أخرى. هنا انظر إلى الجزء المركزي في هذه الشريحة، أنتم ترون التوكن والهاتف الجوال، لأنه الآن الهاتف الذكي هو منتشر بشكل واسع جدا، وهو موجود في حياتنا اليومية وفي أي جزء من أنحاء العالم. يمكنكم السفر، حتى إذا راتبكم الشهري هو منخفض جدا، فالهاتف الذكي بهذا الشكل أو ذاك هو موجود لدى الجميع. وذاك تخيل أنكم اليوم تريدون أن تستثمروا مبلغ معين، مثلا 160 CRU أو WCRU. أنتم تعرفون أن السعر التوكن واحد هو دولار واحد، إذن من 160 نقول WCRU هو 160 دولار، ومقابل هذا ال WCRU يمكن تريدون شراء هاتف جوال، هو ليس الأفضل من نوعه، لكن هو استخدام هو هاتف للاستخدام اليومي الذي سعره 160 دولار. ما الذي سيحدث في المستقبل؟ تخيلوا 160 دولار، أي شخص يمكنه أن يستثمرها لكي يستخدم وأن يتواصل مع بقية الناس، أن يتصل بأشخاص آخرين، أن يستخدمها في حياته اليومية في البيزنس، ولكن بعد 10 سنوات لن يكون لديكم أي شيء، لأن هذا الهاتف يعني لن يعني سيبقى لديك 10 سنوات يعني، وتستخدمه لمدة 10 سنوات، لأن جودته ستكون يعني جيدة في ذلك الوقت. ولكن نفس هذا السعر إذا أنا قمت ب يعني صرفه أو شراء بها WCRU واشتريته ب 160 دولار، قمت ب على سبيل المثال في يعني خزنة، وتخيلوا أن سعر هذا التوكن نما من دولار واحد إلى 1000 دولار، وهذه التوكنات التي كانت لدي موجودة في هذه الخزنة هي ارتفعت في السعر، وأنا أعتقد أن هذا هو نمو رائع جيد في استثماراتكم، وهذا من الممكن أنه سيعني يجلب انتباهكم واهتمامكم. وأنتم هنا ترون أنني كتبت الراتب، يعني لأنه نحن نعلمكم كيفية الوصول إلى الحرية المالية والاستقلال المالي. وإذا كان لدي مثلا رقم كبير وأنا أريد أن يعني أؤمن لنفسي يعني الإمكانيات للعيش 10 سنوات، ولكي أنا أكون يعني مستقر لمدة 10 سنوات القادمة، ولكن إذا أنا سأستثمر هذا الرقم في العملة المشفرة أو في أسواق جديدة أخرى، وهذه الأرقام وهذا رأس المال الذي استثمرته سيقدم إلي دخل سلبي الذي هو سيساوي المرتب المتوسط في بلدك، فسيكون هذا هو التحرر المالي الحقيقي. يعني نحن نضعه في محفظة رقمية مثلا 160 security token،
وأنتم سترون إلى أي مدى سترتفع أسعار استثماراتي. وهذه هي استراتيجيتنا الأولى. تخيلوا هذا، إذا أنتم مليون شخص بشكل يومي سيستخدم هذا التوكن لكل الخدمات التي يستخدمها بشكل يومي، فنحن سننشئ حركة ضخمة التي ستعطيك إمكانية في وتمكن نمو للتوكن الخاص بنا بشكل رائع. إذن ننتقل إلى الاستراتيجية الثانية، نادي المليونيرات. نحن قمنا ب تحليل عدد كبير من النوادي والإمكانيات، والحل ألف هو ما تحدثنا عنه مسبقا. وهنا أنا أتوجه إلى الجميع الذين هم لديهم هيكلياتهم الخاصة، لدينا 900 ألف حساب على البلوكتشين، وهذا يعني بأنه لدينا عدد كبير من المستخدمين في المجتمع الذين لديهم CRU أو WCRU أو UNTP. وإذا نحن سنخبر ونعلم كل هؤلاء الناس عن وجود هذا النادي، فأقل من 10% من الناس سيتمكنون من الانضمام إلى هذا النادي. إذا نحن سنتعرف على بقية الهواة، هواة التجميع حول العالم، و 75 مليون حول العالم هم موجودين الآن. هذا الرقم هو يرتفع بحجم أكبر بكثير من أعضاء النادي. فتخيلوا كيف ستكون هذه التوكنات الخاصة بنا قيمة. ومع هذا الحل جيم، لدينا إمكانية التوسع بما في ذلك لأعضاء الأندية الأخرى. نحن نريد أن ينضم كلهم إلى يعني مجتمع واحد. مثلا من ينضم في نادي الجولف أو نادي الأيرو وأندية المليونيرات أو أندية حصرية أخرى، لأنه أي شخص الذي ينضم إلى مثل هذه النوادي أو المجتمعات بفضل الصبر وبفضل عملنا سيمكن من رؤية نتائجنا الرائعة، لأن نحن لا نتحدث فقط ولكننا ننفذ ما نوعد به. شركتنا ستشارك في كريبتو إكسبو في دبي، أينما سيكون هناك بقية اللاعبين في سوق الكريبتو، وهناك سنتحدث عن البورصة وعن قطاع البلوكتشين. وطبعا سنقدم أيضا مشاريعنا الحصرية. وهذه الاستراتيجية الثانية هي كانت معكم. الآن سننتقل إلى الشريحة التالية والاستراتيجية الثالثة، وهي طبعا لا يمكننا أن يعني نحصل على يعني نتائج 100% من كل هذه الاستراتيجيات ولا ضمانها، ولكن نحن متأكدون بأننا سنصل إلى تلك الأرقام التي نضعها أمامنا. وهنا نتحدث عن السجل، سجل الشركات وسجل رواد الأعمال المختلفين. سجل الأعمال أو الأعمال التجارية الذي يمكن أن يدخل فيه ليس أكثر من 10 ملايين شركة، هذه الشركات يمكن أن تستخدم الضمانات، وأيضا سيحصلون على إمكانية في الانضمام إلى الإيكو سيستم الذي فيه عدد كبير من المستخدمين، وكل شركة هي ستكون جزء من هذا المجتمع. فكل هؤلاء الناس الذين هم ينضمون إليه سيستخدمون خدمات هذه الشركة، وطبعا هم أيضا سيفضلون استخدام وخدمات ومنتجات تلك الشركة التي تقدم إليهم إمكانية للحصول على أرباح موزعة وتساعدهم في الحصول على الدخل السلبي التي تساعدهم على أن يكون التوكن الخاص بنا أكثر سعرا، يعني ارتفاعا في الأسعار. وهنا يقدمون أيضا ضمان للعمل المستمر والنتائج المستمرة. هذه الآلية، آلية التبادل التجاري. تخيلوا
أنه من 900,000 مستخدم الذين هم موجودين لدينا أصلا، نصفهم فقط سيستخدمون خدمتنا، وهذا سيكون حجم كبير من المستخدمين. يعني الحل رقم واحد هو إنشاء السجل من 450,000 مستخدم بحلول عام 2022، وإنشاء أيضا استخدام الضمانات بين الشركات والأفراد. بعد هذا لدينا حل رقم اثنان، هو إنشاء أقسام تسجيلية في كل فئة منها ستكون ليس أكثر من 200 شركة، وهناك سيتم توقيع عقود بين الشركات وبين أنواع الأعمال التجارية. الشركات يمكن أن تجتمع وتتوحد في جمعيات، وبهذا الشكل يمكنهم أن يطلبوا السعر يعني الذي لا يمكن لأي شركة منفردة أن تقدم مثل هذه الأسعار، وإذا هي مجتمعة فسيتمكنون من القيام بهذا. دعونا ننظر إلى بعض الأمثلة المعددة لكي تفهموا يعني كيف تم هيكلة هذا المشروع ضمانات رقمية، وننتقل إلى الشريحة التالية. وهنا كما ترون هذه السيارة، والكثيرين سيسألون لماذا يعني هذه السيارة؟ دعونا وإياكم نفكر في هذا الأمر. إذا نحن سنسافر في رحلة رائعة، رحلة نمو هذا المشروع، ما عدا الإطار وما عدا المحرك والمقاعد، نحن وضعنا هذا النموذج، يعني ما الذي نحتاجه ما عدا المحرك؟ طبعا الإطارات للسيارة يمكن أن تسير، فهي تحتاج إلى 4 إطارات. حاليا أحيانا تحدث مشكلة في أن هناك عطل في أحد الإطارات، فنحن نحتاج إلى إطار احتياطي. هذه السيارة ذات الدفع الرباعي التي ترونها، ولماذا أنا يعني أضرب أمامكم هذا المثال 4 في 4؟ لأنها سيكون لدينا خطة في المستقبل التي ستمكننا من الوصول ليس فقط إلى النجاح المضمون، وإنما إلى أن يمكننا من الوصول إلى أعلى المستويات. دعونا نرى ما هو كل من هذه الإطارات. الإطار الأول هو يعني نحن هنا سنتحدث عن تلك الأمور التي يمكن أن نستخدمها كل يوم. نحن رقم واحد هي أساسيات خاصة، نحن نستخدم سيارات كل يوم، تأجير سيارة، ممكن نستخدم يعني سيارة في الإيجار ولا ليس الشراء. كل يوم نحن نحتاج إلى سكن، ونحن هنا نتحدث عن تأجير العقارات. نحن ندفع الكهرباء والغاز والماء وغيرها، والأهم نحن نحتاج إلى المواد الغذائية. هنا أيضا يمكننا أن نوقع عقود مع يعني محلات التي تبيع منتجات غذائية، وتوقيع عقود معهم لمدة سنة لكي لا تتغير الأسعار عن طريق ضماناتنا أو توكيناتنا. ونحن يمكننا أن نعود إلى محلهم وننفق أموالنا مرة أخرى لديهم، وذلك يمكننا أن نوقع مثل هذه العقود. نحن سنؤمن لهم تبادل التضاعف، ونحن أيضا يعني سنؤمن لهم عدم تغيير الأسعار لدينا، لأنه هناك منفعة متبادلة. دعونا ننظر إلى الباقة بلس، وهي ممكن يعني تأجير الدراجات النارية، القوارب، التأجير الطائرات، الأثاث بالتقسيط، الأجهزة الكهربائية الغالية. هذه هي ليست يعني مصاريف يومية، هذه المصاريف التي يمكنكم أن تقوم بها مرة واحدة في السنة وحتى أندر من ذلك، ولكن عادة ما نحتاج إلى يعني تأمين صحي، وعدد كبير من الناس مهتمون في السفر يعني. والعجلة رقم 3 هي الباقة الأساسية للشركة. نحن نتحدث عن المهنيين والخاص، أشخاص الخاصين والحرفيين، وحتى
عن بعض الشركات غير الكبيرة، ما هي الباقة بلوس وهي الشركات الضخمة تأجير معدات، تأجير معدات بالليزنج وحساب الضمانات؟ وهنا يمكننا أن نذكر عدد من لا نهاية ما من الأمور التي يمكن أن تستخدمونها بفضل الضمانات الرقمية، ولكن غالبا ما يحدث أن هناك يحدث أمر غير متوقع، وأحيانا أنتم ستحتاجون إلى يعني اقتراض الأموال. عادة لدى الناس هم يحتاجون إلى مثل هذه المبالغ الضخمة مرة ومرتين أو ثلاث مرات في الحياة، وفي حالة هذه الأزمة فنحتاج إلى خدمات البنكية. إذا أنتم لن تتمكنوا من الوصول إلى اتفاقية بين الشركات والأفراد أو بين الأفراد والشركات، يمكنكم العودة إلى البنك، والبنك هو سيأخذ كرهن توكيناتنا لكي يقدم إليكم حجم من الأموال يعني بشكل قرض، وبهذا الشكل نحن نغطي كل الأمور اللازمة للأسرة أو الشركة، لأنه بالتحديد لدينا إمكانية أن نكون أو ننضم إلى مجتمع من الناس الذين لديهم توكنات والذين هم لديهم ملكية مساهمة بشكل جزئي في المحفظة الاستثمارية العالمية، والسعر الذي سيكون هو يعني ينمو وينمو باستمرار. نحن كتبنا شركة بمليون شركة يعني، وكيف سينمي هذا الرمز أو الرقم؟ هنا أريد أن أشارككم أفكاري ونرى ما الذي يقدمه أيضا مشروع الضمانات الرقمية وكيف يعمل هذا المشروع. أولا وهذا هو الأهم، نحن نقدم تعليم رقمي تقني، ونحن سميناها تراخيص MABCDE. نحن قسمناها إلى فئات مختلفة بحسب من الشخص الذي سيستخدمها، الشركات، الأفراد، الشركات الضخمة والشركات الصغيرة وإلى آخره. بالنسبة إلينا أمر مهم جدا أن الشركات يجب عليها أن تنضم إلى عالم البلوكشين والعالم العملات المشفرة، ولكن هنا نحن تعرفنا على الأسعار ونحن نعرف عن أي شيء نتحدث وكيف هي تستخدم هذا. بالنسبة إلينا هذه كيعني شروط أساسية أو إلزامية، يجب على الجميع أن يكونوا مستعدين كالأفراد والشركات يعني، ولكي هذه الأدوات تعمل بشكل تلقائي نحن قمنا بإنشاء العقود الذكية التي تعمل على أساس تكنولوجيا البلوكشين، التي هي خلال عدة دقائق يمكن إنشائها. يعني هنا لن نفقد الوقت للانتظار الطويل، ويمكننا العمل مع الأفراد والشركات ومع البنوك والمؤسسات المالية أيضا. وكما ترون كل هذه أنواع العقود الذكية التي يمكن عقدها C2C, B2B و C2B وإلى آخره. ودعونا نرى ما هي أهدافنا وما هي مهمتنا ورسالتنا لكي يتمكن كل هؤلاء الناس الموجودين معنا لأول مرة أو الذين يعرفون أصلا بهذا المشروع ولكنهم يريدون التعرف على هذا المشروع بشكل أدق. نحن يمكننا أن نتحدث عن كيفية استخدام هذه الضمانات الرقمية وإلى أي مدى هذا المشروع هو مستقر ويعني مفيد للمستقبل. وهنا أردت أن أقول أن هذا المنتج هو الذي سيعمل عشرات السنوات، وأنا متأكد أنه هذا المنتج يمكن أن يستخدم كل منا إلى نهاية حياته. هذه ستكون تكنولوجيا حديثة التي سنستخدمها بشكل دائم ولن نتمكن من الاستغناء عنها، كما هذا حدث مع الكمبيوتر والهواتف الذكية وهذه الأمور. إذن سنتحدث مرة أخرى عن المستخدمون الخاصون الذين لديهم أصلا محافظ على البلوكتشين. وإذا نتحدث عن السنوات القادمة يعني من 2021 إلى 2022، سنأمل أن تكون هناك 450,000 مستخدم مع تراخيص، يعني لديهم تراخيص، وإلى 2030 سيكون عدد
10 ملايين مستخدم للشركة، وخد شروط الضمانات الرقمية الخاصة بالتمويل البنوك ممكن تكون حقيقية إذا أنتم تستعملون أو تكون لديكم تداولات يعني في أكثر من بورصتين أو ثلاث، وإدراج في كوين ماركت كاب، ولثلاث أشهر أن يكون هناك اشتراك في سوق النشط، ولكي نقوم بتقديم هذه الضمانات والأموال في كل من الدول العالم يجب أن يكون في كل بلد 15,000 مستخدم. كل هذه المؤسسات المالية ذات المستويات المختلفة هي تقول أنه عدد المستخدمين يجب أن يكون يعني كبير، لأنهم يعملون مع أرقام كبيرة، وهم يعرفون أنه بفضل الأرقام الكبيرة مثل هذه 15,000 يمكنه تمكنهم يعني هذا العدد من الدخول إلى سوق كل بلد من البلدان. إذا دعونا ننتقل للشرح التالي وننظر ما هي الأدوات التي نقدمها لكم لهؤلاء الذين يريدون العمل معنا، ولهؤلاء الذين يريدون أن يصبحوا يعني والمعلومات هناك بنرات حول المعلومات لدينا ندوات عبر الإنترنت أو بنرات محاضرات فيديو عروض تقديمية لدينا يعني موقع مختلفة وموقعان، أحدهما هو موقع NDE والثاني هو الموقع الذي ننهي إجراءه وإعداده، وهذا يعني نادي آلم رواد الأعمال ورواد الأعمال التي ستساعد على إنجاح هذا وأعددنا تدريبات ليس للحصول على التراخيص اللي قلنا، ولكن أعددنا يعني دورات مرقمة الذين يريدون أن يعملون في هذا المشروع. العالم ضخم كبير ونحن لا نستطيع يعني بشكل نتحرك بشكل الحر، ولذلك أخذنا بعين النظر هذه التعقيدات، هذه الدورة يعني الذي تم رقمنته بشكل كامل، ويمكن الدخول إلى مكتبكم الخلفي على موقع NDE وتستطيعون أن تسمعوا لهذه الدورة، وعندما من مرة إلى نهاية، ويمكن تجاوز الامتحانات عندما تكون جاهزا، ويمكن أن تعمل وأن تبيع وتعرض هذه المنتجات للشركات والأفراد. وبالإضافة لذلك وقد أعددنا منصة يعني على البلوكشين، وأعددنا كل ما هو ضروري لتحقيق الاتفاقيات بين الأطراف ويعني بين الأفراد والشركات والبنوك، وهناك يعني authentication 2F والتوكنات يعني لإجراء كل ما الاتفاقيات. ونتكلم حول يعني العروض 90 و200 بعد عدة دقائق، وكل ذلك سيبدأ في أكتوبر 2021 وتنتهي في مارس 2022 وحتى 30 من سبتمبر. تستطيعون استخدام 50% من التخفيض للتدريب للأفراد، وهذا سيكون يعني عرض جيدا للشركة، حيث نغير الشريحة من فضلكم ونتكلم ماذا عملنا إلى هذه اللحظة وما يخص تدريباتنا والتعليمات. وهو جاهز 10 سلايدات مع الأمثلة التي قمنا بها من بخمسة لغات، ويمكن أن تسمعوا هذا إلى هذا. والناس ما هي الضمانة الرقمية بالإنجليزي والإيطالي والروسي يعني هناك اللغات على السلايد، والحصول على التراخيص بخمسة لغات طبعا الإيطالية والروسية والإسبانية والعربية والإنجليزية، وحتى اليوم الجمعة سنحمل كل هذه الإيميلات، والناس الذين اشتروا هذه الكورسات وهذان النوعان، ومن يوم الاثنين ستأرون ذلك وليس بالإيميل، والكثير يمكن لم يحصل على الإيميل، لا يجب أن يأتي إليك هذا الإيميل أو يصلك.
يعني على الأقل تدخل إلى موقع NDE ضمانات الرقمية، واليوم يمكن أن أدخل NDE.com وتدخلون إلى الموقع NDE، وهناك يجب أن تسجلوا بالإيميل، لأننا أدخلنا كل إيميلات الناس الذين اشتروا هذه الدورات، وستجدون هنا كل ما هو مطلوب يعني للعقود الذكية والبنية جاهزة والخطوط وتحقيق ذلك. ترون يعني الرقم 65% وننهي المزامنة مع للمحفظات ومع الخدام، يعني بآخر أكتوبر جاهز. وننتقل إلى الشريحة التالية ونرى ماذا أيضا علينا أن نعمل هنا. ولتفهموا ماذا تم إجراءه وما علينا أن ننتظر هنا، يعني مساعدتكم مطلوبة، يجب أن نقوم يعني البحث والدراسة بعض يعني فئات الشركات المختلفة، خاصة نحن بحاجة بهذه الشركات التي تقوم ب يعني تأجير السيارات، تأجير العقارات، المرافق، كهرباء وغاز وهاتف إلى آخره، والخدمات الصحية والممارسات المهنية وطعام وأشياء متعددة، كل هذه الخدمات التي نستخدمها كل يوم بحياتنا اليومية. ونريد أن نصل إلى أن هذه الشركات كل يوم تعقد اتفاقيات والضمانات الرقمية، وكل المستخدمين الذين يحتاجون إلى ذلك. وبالتالي إذا كنتم تستطيعون أن تجدوا أي منتجين، روابط للمنتجين لأي رواد أعمال، يمكن أن نقدم لهم يعني شروط معينة ونريهم ماذا، وهو يعني ما هو التخفيض 90 و200، وهذا شيء يعني جدا ورائع جدا، والذي لم يكون في الأسواق نهائيا. وبمساعدتكم نريد أن نصل يعني الاعتراف الكامل بال NDE عالميا، وكل الناس الذين يقترحون ويعني الذين يعملون معنا أو يريدون العمل معنا، ولو أننا جميعا سنصل إلى هذه الأرقام التي تريد ترونها على السلايد، سنبدأ بمبدأ بالاعتراف بهذه الفئات والمهن على المستوى العالمي، وهذا نفس المهنة وبالنسبة للمهن الأخرى التي هي نستطيع أن نراها في العالم التقليدي للبزنس. وعلى نحن بحاجة إلى 100 من قادة NDE في 100 دولة مختلفة، و100 نقطة أي 100 NDE، هذا من يعني نقط NDE point، هذا يعني هو يعني موقع أو مكتب يمكن أن يشرح كل المنتجات التي يمكن أن نستخدمها في إطار مشروعنا، لا نقول عن الضمانات الرقمية ولكن حول الأمور الأخرى والخدمات الأخرى والمنتجات التي نخطط لإعطائها للناس أو تقديمها لهم. ونحن بحاجة إلى 2000 أعضاء في شركة آلم، أي يعني رابطة رواد الأعمال في إيطاليا، و15 عضو يعني في كل دولة تعطينا الإمكانية لاستخدام القروض المكروية، و50,000 عضو في هذه الرابطة وللمشروع تعطينا الإمكانية للاعتراف بهذه الـ NDE في جميع أنحاء العالم. وننتقل إلى ونتكلم ماذا يعني آلم. الآلم هي يعني هي رابطة رواد الأعمال الأحرار، وهي الرابطة التي توجد بجميع أنحاء العالم، ورواد الأعمال ورجال الأعمال يعني إلى البزنس القليل والمتوسط والكبير،
وأعضاء هذه النادي كشركات ورواد أعمال وتحت التصرف يعني مستشارون ومختصون أعضاء هذه الرابطة، يعني يمكن توصلون للمساعدات والأمور الإدارية المختلفة، وبدورهم يعطوا الاستشارات والتدريبات حول الأمان والصحة والأمور المختلفة والنظافة والبيئة، ويعني بالإضافة إلى خدمات الحصول على القروض هذه التي تعطي يعني طائفة أو طيف كبير من الخدمات، وهذا يمكن أن تصلوا إلى ذلك إذا كنتم عضوا في مشروع NDE. لماذا أقول هنا حول ألم، أي هذه الرابطة العالمية رواد الأعمال أو يعني ألم NDE؟ لقد كوننا التعاون وشراكة بيننا، ننتقل إلى الشريحة التالية في الغرفة الإيطالية. هنا ترون على هذه الشريحة يعني عمودان ألم NDE. ألم ستقوم بمساعدة الاعتراف بالمستشار NDE والميكرو القروض الميكروية أكثر من 15,000، وألم يعني وصندوق التقاعد، وعندهم سيكون لديهم يعني مهنة جديدة ويعني صندوق تقاعد خاص ويتم استخدام. أما NDE ستقوم بالتعليم الرقمي FAD وكل الأدوات التي للتعاون في مجال الخدمات الرقمي، وستكون لدينا إمكانية كبيرة لكمية كبيرة من الناس، وهنا 15,000 هو العدد الأقل يعني المينيموم الذي نريد أن يكون مينيموم على الأقل مليون شركة في الأشهر القادمة، وأهم يعني الهدف رده 10 ملايين شركة، وكل شركة ستحصل على دورات تعليمية، وكل شركة سيكون يعني مستشار رقمي، وأنا الآن نسميهم يعني المدير الرقمي، وبعد ذلك عندما تكون هذه المهنة معترف بها ستسمى المستشارين الرقميا، وسيكون هناك تقاعد الذي يحصلون عليه بفضل من هذه الشركات، تكون لديهم الإمكانية والتحقيقات بالصندوق التقاعد، وكل ذلك جاهز والوثائق اللازمة والمرحلة الأولية، وسنشرح لكم بالتدريج كيفية استخدام هذه الخدمات، وعندما تكون 15,000 شخص ستستطيعون استخدام القروض الميكروية وخدمات يعني هذا الصندوق للتقاعد، وتتواصل مع الناس الذين سيعتبروا جزءا من مشروعنا، وهنا مهم جدا الوصول إلى هذه الأرقام بشكل سريع. ونشرح الآن ماذا يعني العروض 90، العرض 90، البرومو 90، ونتكلم ماذا يعني الدورة التعليمية هي 60 الذين يعني كانوا جاهزين في هذا الإطار، وهنا وهي يعني سعر مرتفع تبدأ من 2500 دولار، والكثير من الشركات دفعوا هذه الأرقام، ونتواصل مع هذه الشركات ولا نحصل على يعني على أرباح الآن في الاندي، وأردنا أن نوسع المجتمع، ووصلنا إلى أننا جاهزين أن نقدم يعني تخفيضات، وترون هنا هذه الأرقام على شكل في أكتوبر جاهزون أن نعطيكم تخفيض 90%، في نوفمبر 80%، في ديسمبر 70%، وفي مارس
40%. كيف سيعمل كل ذلك الناس الذين استمعوا لنا ويعرفون؟ ولمن لا يعرف سأذكركم من أول من أكتوبر يو جي بي سيجمد مبيعات التوكنات حتى فبراير، ولا يمكن الحصول عليه في هذه الفترة، ولا يمكن ويمكن أن تحجز عليه. وكيف يعمل ذلك؟ وأقرر أن أستخدم الضمانات الرقمية وأسجل أنا في المكتب الخلفي الذي يقدم لي يعني راعيا مرشدا أو داعيا، وأنا سأقوم على الأقل بشراء $1,000، وهذا $1,000 ونخصمه من سعر الدورة. وتذكرون أقل دورة تعليمية $2,500، والآن طبعا حتى سنحصل على $1,000 أو نحجز $1,000 من السيكوريتي توكنات، والشركة ستكون رابحة بكل الأحوال، ويستطيعون أن يحصلوا على دورات تعليمية لأي فئاتهم المعينة. رواد الأعمال وإلى المجتمعات يعني الأسهم شركات وشركات القابضة إلى آخره، كل هذه التخفيضات ستكون مفعلة. للحصول على التخفيضات يجب أن تقدم الوثائق التي تؤكد استثماراتك سيكوريتي توكن. ولذلك أود أن أنصحكم أن تنضموا إلى مشروعنا في أكتوبر، لأن التخفيض سيكون أعظميا، وتستطيع أن تحجزوا من أول أكتوبر في مكتبكم الخلفي وصوريو سيكوريتي توكن أيضا، وأنتم ستكون يعني فائدة كبيرة لشركتنا. والآن نفكر حول ماذا أو كيف لنا الوصول إلى هذه الأرقام. نغير الشريحة وننظر إلى العمل الحقيقي الذي يجب أن ننفذه. في شهر أكتوبر نضع هدف لنضم 2000 شركة لشركتنا، ونأخذ بعين الاعتبار العمل مع 100 قائد، كل الذي يقولون أنا أريد أن أقوم بذلك وأن أصبح قائدا في بلدي أو في منطقتي. ونطلب منكم أن إيجاد 100 قائد الذين يقومون بذلك، والكثير من الناس يكتبون لي أنا، وكل واحد منهم يجب أن يجد أربع سيجنالر أو أربع مخبرين، وكل واحد أن يجد شركة في الأسبوع الواحد. والقادة يستطيعون أن يصبحوا يعني باعة رقميا ويقوموا بعقد الصفقات، لأن أربعة مخبرين يعطيهم الكمية لإعداد هذه الأساس أو الأرضية، والأربعة سيجنالر خلال شهر سيجتازون الدورة ليصبحوا يعني قادة سيجنالر، ويعني يجبون الشركات، وسيكون لدي 1600 شركة إلى نهاية الشهر، ومنهم من هؤلاء الباعة أو المستشارين الرقميين على الأقل، يعني رابطة رواد الأعمال سينضم إلينا 400 شركة بفضل يعني العروض 200 في أكتوبر. ماذا سيحدث في نوفمبر؟ 400 السيجنالر أصبحوا باعة رقميين، وفي مناطق يبدأون البحث. 4 سيجنالر أو مخبرين ونفس الآلية
واستنساخ المخطط نفسه. وفي نوفمبر نضع أمامنا يعني هدف آخر 8000 شركة يعني، ونعمل استنساخ 4x4 ونغير الشريحة، وننظر الآن حول هذه النتائج العمل المشترك في الأشهر 6 الأولى. وترون هنا في هذه السلايد يعني تأكد الأوتوميل يعني السرعات الخمسة أو الستة في السيارة، وبعدين الوقود ماذا نحصل في مارس 2022 مليون و24 ألف شركة، مليون و24 ألف شركة، ونعرف أن 100% من المستحيل الوصول إلى ذلك. وده يعني حذفت 60% ودورت هذا الرقم، وأتصور لدينا سيكون مليون شركة. ولذلك إذا كانت لدي خلال هذا الوقت مليون الشركة بفضل العروض سيحصلون على توكينات، مثلاً 2000 وولد سي آر يو لكل واحدة، وسنرى سيكون هناك يعني 2 مليار وولد سي آر يو أي سيتم بيعها. وننظر الحجم، حجم المبيعات بفضل هذه البيع التي يتم يعني إعدادها. لننظر ماذا يطلب مشروع NDE للقادة بكل جميع دول العالم. عفوا، نحن بحاجة 100 قائد كل منه 4 أشخاص، وكل هؤلاء سيقولون نعم نريد أن نعمل معا، نريد أن ننشر هذا المشروع. وعندما سنتابع هذه القواعد بالانضباط الحديدي سترون بالعمل بهذا المشروع. لديكم الوقت والرغبة لإيجاد 4 شركات التي يعني تأخذ بالاعتبار مشروعنا وينضمون إلينا، وهذا يعني محتاح جدا. وإذا كان الآن نحن نتذكر كانت لدينا يعني تخفيض تستمر للأشخاص، وأننا متأكدون هذا لا يعتبر يعني ليس صعبا لكم جميعا. ونغير الشريحة الآن ونرى هنا ما هو التخفيض الذي يمكن أن نقدمه. هنا سبتمبر مكتوب، هناك خطأ طبعا، يجب أن نكتب أكتوبر بدلا من ذلك. لا تعيروا انتباه لذلك، وانظروا إلى الأرقام وهي صحيحة. وهنا لدينا 4 أنواع من التراخيص، ويجب أن يتم دفع هذه الأرقام 2500 دولار، 5000 دولار، و 12525 دولار للشركات القابضة للدورات التعليمية، والكل يمكن أن يشتروا ذلك. والآن إذا اعتبرت أنا يعني أعمل بحساب الخاص والحصول على هذه التعليمات ل 360 درجة نتعلم، يمكن أن أشتري بما في أكثر يعني باقات تعليمية ليس ب 2500 ولكن 12500 إذا أردت أن أحصل على معلومات أكثر ولأعرف أكثر بعالم البزنس. والآن لننظر ما عدا الشركات التي تدفع هذه الباقات التعليمية. الآن يعمل حسابه ورواد الأعمال سيدفعون 250 دولار في الدورة، ونطلب أيضا باستثمارات على الأقل 1000 دولار في السيكوريتي توكن وورد سي آر يو. وهنا ترون لكم الإمكانية أن توفروا 50%، ولكن يجب أن تتذكروا أن 1000 دولار هي استثمار سيكوريتي توكن التي تستثمرونها، التي سترتفع بالأسعار وستعتبر يعني رأس مال لكم. وأذكر الجميع أنه سابقا كان نذكركم جميعا بالإضافة للمشاركة في المشروع، ويعتبر جزءا في
يجب أن تدفع 2500 دولار في السجل لكود السجل ونغير الشريحة. ما هي التخفيضات التي قررنا أن نعمل لكم للدفع هذه الكودات؟ ترون هذه الأرقام وهي باليورو مؤكدة هنا أو موضح. هنا نرى نعطيكم يعني تخفيض كبير، بدلاً من 2500 دولار يجب أن تدفع 500 يورو طبعاً حسب ما أرى، ويعمل لحسابي ولل يعني باعين الرقميين الذي تم دفعه من شركة NDE. وهنا ترون الرقم أعلى بكثير في الخطة التسويقية التقليدية، واحسبوا لأنفسكم. أنا الشخص مثلا الذي يريد أن يقوم بهذا المشروع يهتم له، وأريد أن أحصل على عمولات، أحصل على العمولات من بيع وولد سي آر يو، وأكسبه يعني من أوفريتش من بيع الدورات التعليمية، وأحصل على كمية كبيرة من العمولات بفضل بيع الكود الرقمي السجل. ترون هنا هذه الأرقام، وانظروا إليه، 150 دولار، 200 دولار، 250 دولار و 350 دولار. ونرى الآن الأسعار القياسية وما دعني يعني ال 200 وتخفيضات 200 البروما 90 والبروما 200. نغير الشريحة، بروما ال 200 هنا أيضا كما قلنا في هذه الأسعار التي 90% خفضناها، 250 دولار لمن يعمل لحساب الخاض، أو 500 دولار يدفعون عندما تجدون الرابطة يعني لعمل من حسابهم أو رواد الأعمال سيدفعون 250 دولار وتسألوا إذا اعتبروا جزءا من هذه الرابطة، وسيدفع 500 دولار للشركات ذات المسؤولية المحدودة إذا كانوا يعتبرون جزءا من هذه الرابطة، يعني 200 شركة التي ستنضم إلينا. وبهذا لننظر الآن كما سعر كود السجل، ونتكلم هنا ليس حول شركة محددة ولكن على حول 200 شركة. وفكروا العمل ستكون يعني متشابهة، تتواصلون مع رئيس هذه المؤسسات، والوقت الذي يتم صرف سيكون يعني واحدا للجميع. وترون هنا الأرقام التي نوضحها لكم، وهي إذا كان يعني الذين يعملون لحساب خاص يدفعون 800 دولار لكود للدخول في السجل، أو شركات سيدفعون 500 لكود التسجيل، والقادة الرقميين يعملون مع مؤسسة واحدة. يعني هذا الرقم 20,000 دولار عندما نتكلم حول 200 شركة التي ستنضم إلى مشروعنا، يعني الباع الرقمي سيحصل على 20,000. لا يعني تهتموا بهذه يعني الأخطاء. وبالإضافة لذلك كل هذه الشركات التي ستنضم تستطيع أن الحصول يعني بشكل مجاني في مؤسسة اللي هي رابطة رواد الأعمال، وهي يعني تخفيض 200. وننظر إلى الأهداف إلى 2030، ما هي الأهداف؟ ومن فضلكم لنقوم بذلك معا، سيكون لدينا مليون من المستخدمين ومليون شركة، وتعرفون أن تكون لدينا كثير من المستخدمين والشركات في نظامنا البيئي، أن التوكن سيصبح نادرا وعالي السعر، وسعره سيرتفع بشكل إلى السماوات إلى أعالي السماء. ونغير الشركة
نغير السلايد أو الشريحة. وهنا نرى كل مرة عندما أرى هذا السلايد أو هذه الشريحة يعني، ويعني هناك شعور أن أنني جاهز الآن أطير وأبدأ، يعني أشعر الجميع وأقنع الجميع يعني العمل معنا. ونعرف الآن الكوفيد لن يتركنا حتى 2024 على الأقل، وذكرنا هذه الخطوة الأولى في خطة الجائحة، مرحلة الجائحة. وسيكون 3 ملايين شركات و 35 مليار من التوكينات كضمان، لذلك 350 مليار كربح، أي ستكون يتم استخدامه على بشكل كضمانة ل 2% للشركة ستدفع لنا لاستخدام الضمانات الرقمية. وهذا 2% من الحجم العام لكل هذه الضمانات الرقمية التي يتم عقدها بفضل السكيورتي توكن. هذه الأرقام وهذه الخدمة ستكون كل عام، لأن ضمانات الرقم تتجدد كل عام، وهذا الرقم الذي سيأتي إلينا كل عام سنة. إلى المرحلة الثانية 2025 إلى 2027 يعني 5 ملايين شركة و50 مليار توكن كضمان، والتوكن سيصل إلى 700 دولار، وأنا متأكد من ذلك، و2% من الدخل. ونفس الشركات بشركتنا ستخدمون ذلك وفوائد هذه المشروع، ولكن من جهة سيدفعون 2% للحصول على هذه الضمانات، وهذه يعني نسب منخفضة أفضل من يعني الضمانات الرقمية التي يستخدمونها اليوم. وثانيا ستكون لديهم أرباح من المحفظة الاستثمارية العالمية، وبما فيها تكون لديهم يعني نمو التوكينات التي تستخدم كضمان. المرحلة الثالثة هي مرحلة التعافي يعني الاقتصادي، يعني وهنا نحن ننتقل إلى أرقام ضخمة، 10 ملايين شركة، 75 مليار توكن التي تستخدم كضمان أو تأمين. وعندما سيكون سعر التوكن الواحد 1000 دولار في محفظتنا، سيكون لدينا أكثر من مليون مليار ربح. أنا ممكن أنا متفائل جدا حتى إذا بعد 10 سنوات سعر توكننا سيكون 100 دولار، فعلى أي حال سيكون 150 مليار كربح. ليكن سعر توكن حتى 10 دولارات بفضل الشركة سيكون لدينا 15 مليار. وأي حسابات نقوم بها إذا نحن سنقوم بهذه الأعمال الضخمة، وإذا سنعرف الناس على مشروع ضمانة رقمية، وإذا سنأتي بملايين مليون أو ملايين شركات لمجتمع أفريج، فمستقبلنا سيكون مضمون ولا توجد فيها أي مشاكل. لن أقول أن هذه الأمور ستكون سهلة، ولكن بفضل توكيناتنا الناس وبفضل الضمانات بحد ذاتها سيتمكنون من دفع مستحقاتهم وشراء المواد الغذائية، شراء أو استئجار سيارات والعقارات بفضل هذه البونصات والمزايا التي ستقدمها التوكنات، تلك نفس التوكنات التي يعني البعض يقومون بنقدها. كل هذا يمكن أن تقوموا به، وعدم الرجوع إلى الراتب الشهري الذي تحصل عليه بشكل شهري، وإنما ستحصل على كل هذه الأمور عن طريق الدخل السلبي. إذا أنا فهمت أن هذا المشروع هو
مثير للاهتمام. فما الذي يجب علي أن أقوم به؟ ننظر إلى هذه الشرائح مع الأمثلة المعينة. نحتاج إلى عدة دقائق فقط. طيب، ما إذا ما هي الخطوات التي يجب أن أقوم بها؟ أقوم بشراء الرخصة أو الترخيص. يجب أن يكون لدينا ترخيص لكي أستخدم العقد الذكي أو السمارت كونتراكت، ويجب علي أن أحصل على WCRU. أو بالعكس، أحصل على WCRU وأحصل على باقة تعليمية مع خصم، وأبدأ باستخدام العقود الذكية مع التوكنات كضمانات، وسأحصل على بطاقة التصنيف، وسأكون شخص موثوق أو ذو مصداقية. ومع ذلك ستكون لدينا توكنات موثوقية والثروة. والشريحة التالية، وسنرى بين الفرق التي سيحصل الفروقات التي ستحصل لدينا بالضمانات الرقمية أو من غيرها. إذن ما هي فائدة الرخصة؟ الرخصة M أنتم تحتاجونها لكي تتعاملوا بين الأفراد، يعني إيجارات العقارات وغيرها. الرخصة أي نفس الشيء، العمل بين الأفراد، ولكن إمكانية الوصول للقروض. الشركات التي سيكون لديها M و A يمكنهم الحصول على B و C D و E، ويمكنهم عندها استخدام كل يعني المزايا في العقود الذكية، بما في ذلك الدخول إلى المؤسسات المالية ذات المستوى المرموق. أنا أعتقد أن هذا كافي جدا. وسننظر إلى هذا المثال، مثلا إيجار البيت بفضل الضمانات الرقمية. أنا أتحدث الآن عن إيطاليا وأوروبا. أنا أعتقد أن كل شيء هو يحصل حول العالم بنفس الشكل. لكي تستأجر منزل بعد أن تقوم بتوقيع العقد، يجب عليك أن تترك مبلغ معين كرهن معين، الذي هو يعني يساوي استئجار أو مبلغ استئجار لعدة أشهر في إلى الأمام. عندما سيكون لدينا يعني مكتب للعقارات الذي سيعمل معنا، ونحن سنشرح لصاحب البيت أن هنا توجد لدينا عدد كبير من المزايا، وحتى لو الشخص الذي يستأجر منكم شقة لا يمكنه الدفع، ولكن بفضل الضمانات بالتوكنات هذا صاحب الشقة هو يكون متأكد أنه سيحصل على الاستئجار دائما، على يعني المبلغ، لأن العقد الذكي هو سيغطي المبلغ الرهن لعدة أشهر. وفي هذه الحالة للناس ستكون لديهم إمكانية للحصول على البيت عن طريق الرهن بالتوكنات وليس الأموال الحقيقية. وصاحب البيت إذا المستأجر لم يدفع، فهم ستكون لديهم إمكانية للحصول على كل هذا المبلغ بالكامل بالتوكنات التي هذا المبلغ الذي سيغطي يعني مبلغ استئجار لمدة سنة. وهذا هو كأمان لصاحب الشقة ولهؤلاء الناس الذين سيتركون الضمانات بشكل توكنات. وهذه التوكنات التي هي موجودة في الستيكينج، وهي موجودة كضمانات، هي ستنمو يعني في الأسعار ولا تفقد أسعارها. لأنه مثلا إذا أنا تركت $5,000 كيعني رهن، وأنا سأعيش في شقة أو في فيلا لمدة عدة سنوات، فتخيلوا أموالي ستعود لي، وقيمتها الشرائية هي ستنخفض. إذن هذا هو ليس ذاك المبلغ الذي كان منذ عدة سنوات، من سنتين أو خمس سنوات. بالتوكنات كل شيء بالعكس، عندها سأتي بأموال أكبر في حالة التوكنات. أموالي لن تفقد قيمتها الشرائية، ودخل ورأس مالي أيضا ارتفع. سنتحدث عن السيارات. شخص يريد أن يشتري سيارة ولكن لا توجد لديه أموال ولديه فقط توكنات، هو يبيع التوكنات ويحصل على الأموال ويشتري سيارة جديدة. هو يستخدم هذه السيارة لمدة من 8 إلى 10 سنوات، وبعد 10 سنوات ما الذي يحدث؟ هذه السيارة هي لا تساوي أي شيء تقريبا خلال هذه 10 سنوات. أنت دفعت
التأمين ودفعت يعني الصيانة، غيرت الإطارات، ويمكن أن تغيرت يعني قطع غيار غالية الثمن. ما الذي يجب أن تقوم به؟ هو يجب عليك أن تشتري سيارة جديدة مرة أخرى لكي تكون لديك يعني سيارة ذات جودة عالية. سيارتك القديمة تساوي الصفر، ولا يوجد لديك توكنات، ولا توجد لديك السيارة. أنت تحتاج إلى أموال من جديد لشراء سيارة جديدة. أيضا في هذه الحالة سنرى ماذا لدينا في الشريحة التالية، عندما سيكون لدينا شركة تعمل معنا أو تنضم إلى مشروعنا. أنا أصبح كمالكا لتوكنات، ولدي يعني سجل السجل الخاص أو سجل التصنيف الخاص بي، ولدي توقيع عقد ذكي. أختار سيارة أو أي وسيلة نقل بحسب المبلغ الذي أنت تقوم برهنه بالتوكنات كضمان. ممكن سيارة كبيرة أو سيارة غالية جدا، وأنا أستخدم سيارة مستأجرة أينما هناك التأمين والصيانة وكل يعني الأمور الاستهلاكية. ما الذي سيحدث؟ إذن دخل رأس مالي هو يرتفع لأنني ما فقدت شيئا، لأن سعر التوكنات يرتفع وأنا أستخدم سيارة رائعة ورأس مالي هو ينمو، أنا ما فقدت أي شيء، وما كان لدي أي نفقات على الخدمات لأنها سيارة مستأجرة، وبقيت رأس مالي هو بقي على حاله، وأنا يمكنني أن أكون متأكدا بأنني يمكن أن أواصل استخدام هذه الخدمة الرائعة. إذا أنا سأقرر أن أشتري سيارة خاصة، سيارة خاصة بي يعني بسبب من الأسباب، فأنا يمكن أن أقوم بهذا في أي دقيقة، لأنه رأس مالي في التوكنات هو جاء بي إلى أرباح، بأرباح يعني موزعة، ويمكن أن الأسعار أن ترتفع بمرات ومرات. ومن وجهة نظري هذه كيعني خيار أكثر يعني عقلانية من الخيار السابق الذي درنا في الشرح السابق عند شراء سيارة جديدة وتفقد السعر بعد 10 سنوات. من الممكن أنكم يمكنكم دفع الأقل، يعني إذا أنتم ستقومون باستئجار سيارة وليس عن طريق الضمانات الرقمية، ولكن أموالكم هي يعني تفقدونها ورأس مالكم لن يرتفع بفضل هذه الضمانات الرقمية. أموالنا أو التوكنات هي ستكون في الستيكينج أو التجميد، وهي سترتفع وتعطي دخل، والسعر هو سيرتفع فيما بعد. دعونا ننظر في شراء يعني عقار معين، ومثلا نتخيل الناس الشباب مثل هؤلاء الشباب الذين يريدون الشراء مثلا عقار أو سكن. هم يحتاجون إلى أن يكون لديهم عقد، لأنك تعمل في مكان معين، ولكن هذا ليس كافٍ. حتى إذا أنت تعمل ولديك عمل مستمر، وهذا للبنك يعتبر كشيء كافٍ، ليس كافٍ، أنتم تعرفون هذه الأمور. يجب أن يكون لديك تصنيف قروض أو شخص كفيل، فعندها فقط ستتمكنون من تجربة الحصول على هذه الأموال بشكل قرض. وغالبا ما يطلبون رهن كعقار مثلا وغيرها. وبعد أن حصلت على هذه الأموال أنت تبدأ بدفع الأموال يعني لهذه القروض لمدة 20 أو 30 سنة. تخيلوا إذا حصل لديكم مشكلة معينة، إذا كانت لديكم حالة صعبة طرأت، فمن الممكن أنكم حتى ستفقدون هذه الشقة. البنك يمكنه أن يأخذ هذه الشقة ويضعها يعني ليعرضها للبيع، إذا أنت ما قمت بمدفوعات شهرية بحسب العقد. وأثناء الجائحة هذا يحدث كثيرا. وعند هذا أن الناس لا يتمكنون من الحصول على هذه الأموال بالقروض، لأنه لا توجد لديهم تصنيف للقروض
لكي يتمكنوا من استخدام هذه الخدمة ولا توجد لديهم مكان عمل مستمر. الناس يفقدون أماكن العمل وهذا يكون أصعب وأصعب بغض النظر عن النسب الشهرية التي يجب تدفعها مع فوائد مرتفعة للبنوك. دعونا ننتقل للشريحة التالية ونرى كيف يعمل هذا الأمر بفضل الضمانات الرقمية. إذن مرة أخرى، أنا شخص شاب يريد أن يشتري بيت، ولكن بدلا من أن أشتري العقار بدلا من أشتري العقار عن طريق البنك، أنا أقوم بشراء التوكنات. ما عدا هذا، أنا أشتري الكود أو الرمز للتصنيف الرقمي، والتوكنات هي في التجميد، وهذا يعتبر كضمان 100% للبنوك، ولهذا الرهن يمكن العقاري أن يعني تحصل عليه بكل تأكيد. أنا هنا أستخدم كل المزايا و الموجودة في المحفظة العالمية الاستثمارية. التوكنات تأتي إلي بالنسب مقابل التجميد أو الإيداع ستيكينج، والبنك هو لا يضع أموالي في أو هذا العقار في الرهن، ولا يوجد خطورة لفقدان هذا السكن لأنه البنك لديه توكنات سائلة 100%. هذه التوكنات التي بما في ذلك تأتي بأرباح موزعة، وبفضل هذه الأرباح أنا الشاب تكون لدي إمكانية لدفع نسبة البنك والمدفوعات الشهرية للقرض. التوكنات تسحب من السوق بفضل الحجم أو الأحجام الأكثر للضمانات الرقمية، والسعر في المحفظة العالمية الاستثمارية هو يرتفع أيضا، وعمولاتي أيضا ترتفع، وأنا وأكون يعني في ربح من جميع الاتجاهات. والآن دعونا نتحدث عن الهدف النهائي، ومن فضلكم اهتموا بهذا إذا كنا نحن كأسرة واحدة كبيرة. أنا أريد أن أذكركم عن ما تحدثنا عنه لكي نصل إلى تلك الأهداف التي نضعها أمامنا لمدة 10 سنوات. فكروا فقط بحجم التداول في التدريبات التداول الخاص، نأخذ $200 كسعر يعني متوسط، ممكن هذا السعر هو يمكن أن يكون أعلى، يمكن أن نصل إلى 100 مليار في حجم التداول بين الأفراد يعني. وإذا نحن نقول لن تكون لدينا خصومات وسنعود إلى الأحجام الاعتيادية، نأخذ السعر التدريب المتوسط بالشركات وهو من غير خصومة يصل تقريبا 5000، وتخيلوا وتذكروا أن كل سنة نحن سنحصل على أكثر من 150 مليار فقط بفضل الدفع مقابل الضمانات. وبالطبع أنا لا يجب علي أن أنتظر عندما كل هذا يعني متى سيحدث كل هذا، كل سنة سيحدث هذا الأمر. وكلما كان سعر التوكن أعلى فكلما كان الربح الذي سنصل عليه هو أكثر، وهذا هو الربح كله سيوزع على كل ملاك التوكنات. ومن الممكن هذه التوكنات التي ستستخدمونها للضمانات لكي تدفعوا حساباتكم الشهرية، لدفع تأمين السيارة، لدفع إيجار السكن، لدفع مقابل الخدمات الطبية والمواد الغذائية والطبيب الأسنان والنظر وغيرها. كل هذه الدخول السلبية هي ستساعدكم للعيش بشكل أفضل وأفضل. أنا أشكركم جميعا على الانتباه. أنا أعمل بأنكم يعني حصلتم على معلومات من هذا الويبينار، ولذلك أنا أطلب منكم أن تساعدوننا للوصول إلى هذه الأرقام. ساعدونا لإطلاق برومو 200 وبرومو 900، وسترون إلى أي مدى سترتفع أحجام التداول، وعن قريب ستنضم إلينا البنوك ومجتمعات أو جمعيات رواد الأعمال،
وهذا كله سيكون مهم جدا لمجتمعنا بأكمله. بعد سنة أو بعد سنتين ثقوا بي أنتم ستتذكرون هذه اللحظة، وهذه الصعوبات سننساها الموجودة لدينا اليوم، لأنه مستقبلنا وحاضرنا أيضا هو سيكون رائع. والآن أتمنى لكم يعني عشاء شهي أو إفطار شهي. أشكركم على الانتباه والحسن الانتباه. أتمنى لكم نهاية يوم سعيد، وأراكم قريبا، وإلى اللقاء.